وكما تدعم إسرائيل حاليا الدعوة كما قلت لدولة كردية مستقلة على حساب وحدة كيانات عربية، بل أن البعض في كردستان وقبل أن يتم الاستفتاء في 25 سبتمبر رفعوا علم إسرائيل هناك، وهذا يدل على أن إسرائيل لها دور في تجزئة الكيان العراقي إلى دويلان. عندما تستقل كردستان العراق سوف يستقل أيضا أكثر من كيان عن جسد العراق. إذن عن استفتاء كردستان العراق الذي سيعقد في غضون أيام نطالع من صحيفة الزمان العراقية بعنوان جمهورية العراق العربية، مقال للكاتب طالب سعدون. ماذا يقول في هذا المقال؟ يقول: ماذا سيحدث أو سيحصل لو طرح العراقيون مقترحا للاستفتاء يدعون فيه إلى تغيير توصيف العراق في الدستور ويكون جمهورية عربية باعتبار أن العرب هم الأغلبية وأن التاريخ والجغرافيا والاجتماع معهم فيما يقترحون؟ علامة استفهام للسؤال، إنه مجرد سؤال جدلي يعني يحتاج إلى مناقشات وجدال لغرض المناقشة والحوار للوصول إلى جواب للفرضية، لأن العراقيين لم يفكروا بها أساسا. لكن هل سيقبل الأكراد بهذا المقترح الافتراضي لو تحول إلى حقيقة، أم سيعترضون عندما نقول أن الدستور العراقي يقول أن العراق هو دولة عربية فقط؟ فهل هم يعني سيوافقون بما جاء في الدستور والتوافق ما بين مكوناته التي تقوم عليها العملية السياسية ويقولون أنه لا يصح أن تقترن بمكون معين أو قومية معينة أو دين معين أو طائفة معينة وتأخذ صفتها منهم؟ ويقول أيضا الكاتب: لماذا إذن انفرد الأكراد برأيهم في موضوع يتعلق بالدستور ويمس وحدة البلاد كلها ويعرضها للخطر والتقسيم، وذهبوا إلى الاستفتاء دون أن يعودوا إلى الشعب العراقي ومكوناته في هذا الموضوع، وأيضا لكي يحتكموا إلى الدستور كما يقول الكاتب الذي يتحدث على أن هناك دولة فيدرالية ديمقراطية مدنية في العراق تجمع كل الأطياف؟ وما دام الأمر كما يقول الكاتب يتعلق بوحدة العراق، أليس هنا سؤال استطرادي أو اعتراضي، أليس من الناحية القانونية والوطنية معا أن يكون الاستفتاء عاما في العراق كله من أقصاه إلى أدناه وليس في مناطق معينة فقط على أساس أن لهم فيها الأغلبية؟ يعني هو بيقول طب ليه يبقى يعني يبقى الاستفتاء بس في كردستان العراق على انفصال كردستان العراق ما دامت هي تتبع العراق ككل؟ لماذا لا يكون مثلا في الموصل، في الحويجة، في اكثر، في بغداد، في تل عفر التي حررت مؤخرا، حتى يعني يروا ماذا يقول العراقيون في هذا الشأن؟ المشكلة كما يرى الكثير كما يقول الكاتب من المراقبين ليست في الاستفتاء وفي تقرير المصير، لانه محسوم في نظر المعنيين من الاكراد إن لم يكن اليوم فغدا. يعني هو بيقول إن الكلام ده محسوم أنهم هيوافقوا على الاستقلال، ما كانش يوم 25 هيكون السنة اللي جاية في نفس اليوم، بل الخطر هنا فيما يعقبه من مخاطر حقيقية بسبب الخلافات التي قد تشتد على حدود الدولة الجديدة المقتطعة من العراق على حد ما يرى أحد المحللين. يعني هو بيقول هو الخطر هنا مش في الاستقلال، يعني تستقل وإن لم تستقل يوم 25 سوف تستقل بعده بشهر بشهرين بسنوات عدة، لكن الخطر في هذه الدولة الجديدة وكيف أنها يعني يمكن أن تكون هناك خلافات سوف تكون على حدود هذه الدولة، وليس طبعا هيكون ليس لديها جيش قوي يدافع عنها، وبالتالي يمكن أن تبتلعوها بلد كتركيا مثلا